ولبس بعوضك. يعني الأمازيغ هم أول البشر على وجه الأرض حتى قبل آدم. هناك من يتفاجئ هنا ويقول كيف قبل آدم؟ احنا نظر كيف خلقنا الخالق، ما هوش حي خلقنا يعني نعرف كلش من الوهلة الأولى. إذا قبل آدم معناها الذي ذكر في معناها في كل الديانات كان هناك بشر كانوا معناها في شمال إفريقيا. أول بشري هو يعني قد وجد في مراكش، كان هذاك أول بشري. لست أنا من أقول هذا، بل علماء السلالات البشرية الأنثروبولوجيا يقولوا بلي أول إنسان ولا أقدم إنسان عاقل عاقل، لأنه يعني بالنسبة للإنسان العاقل قد وجد في إثيوبيا، ثم سافر هذا الإنسان طلع حتى وصل شمال إفريقيا، ثم قد وجد من الإنسان العاقل العاقل. ما الفرق بين هذا وبين ذاك؟ هو أن الإنسان العاقل العاقل هو الذي استعمل اللغة. إذا أقدم لغات العالم وأصل اللغات هو الأمازيغية، ولست أنا من أقول هذا فقط، بل قالها قبلي من علماء الأنثروبولوجية، وأقولها من خلال أيضا مؤلفي ومن خلال كل الأشكال ما قبل المسرحية في الفرجة الأمازيغية، سواء أكان ذلك في تونس ولا في الجزائر، يعني معناها في ثمود الثمزغة يعني سكومة. الآن دون إطالة معناها سنفتح المجال للحضور الكريم باش يعطيونا مجموعة الأسئلة تاعهم، هكا باش يكون الخطاب موسع.